أهلا بيكم أعزائي مشاهدي قناة الحرية في كل مكان في العالم. حملة عاملون مع الله لازالت مستمرة، والقناة في احتياج شديد وملح وسريع للغاية $100,000 نعمل بيهم تجديد وإحلال لأجهزة اتعدت عمرها الافتراضي في التشغيل. بشكركم جدا لكل اللي ساهم معانا في الحملة ديت، والمبلغ المتبقي موجود قصاد حضراتكم على الشاشة. إنتاج القناة الغزير محتاج جدا للأجهزة ديت علشان خاطر البث يفضل مستمر لحضراتكم في كل أنحاء العالم. تقدروا تتبرعوا دلوقتي وبطريقة آمنة عن طريق donate.الحرية.org. كمان تقدروا تبعتوا لنا رسالة قصيرة على فايبر أو واتس آب، ونبعت لحضراتكم إزاي تقدروا تتبرعوا. كمان تقدروا تتبرعوا عن طريق الويب سايت بتاع القناة الجديد الحرية.org. تليفونات القناة بتظهر قصاد حضراتكم طول الوقت، تقدروا تكلمونا من أي مكان في العالم. أنا مطمئن جدا وبشكركم مقدما لأنه معاكم وبيكم مكملين. ربنا يبارككم.